رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، أيها الصائمون القائمون المباركون، لازلنا مع حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام وحذرنا أن نجعل البيوت التي نسكنها ونعيش فيها وننام فيها ونأكل فيها مثل المقابر، لأن المقابر على ظاهرها فوق الأرض أنها فيها السكينة والهدوء مثل المقابر، فلا تجد هناك هرج من كلام ورفع أصوات، هذا يعني فوق الأرض. أما ما يعيشه الأموات تحت الأرض فهذا عالم غيبي، راه شيء عظيم عند الله عز وجل، لا يفقهه ولا يفهمه ولا يعيش إلا من كان في حالتهم، ولا يسمع عذاب القبر إلا الإنس والجن، لا يسمع ذلك. فغير الإنس والجن فإنهم يسمعون عذاب القبر، نسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم من عذاب القبر. فعالم غيبي أخروي وحياة برزخية كما ذكر ذلك الله عز وجل، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. مقابر إذا كان العبد لا يصلي النافلة في البيت، يعني النوافل والرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل، يصلي كل الفرائض في المسجد، الصلوات الخمس، هذا إن وفقك الله تبارك وتعالى وأديت الصلاة الخمس في المسجد، ولا تصلي في بيتك النافلة ولا تقوم فيها الليل ولا تقرأ القرآن، فهذه البيوت تصير مثل المقابر. لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر، الشيطان ينفر يعني معناته يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بالخصوص. فقد أخص النبي عليه الصلاة والسلام سورة البقرة، إذا قرأها العبد في بيته فإن الشيطان لا يدخل إلى بيته على الإطلاق، وأما إذا قرأت غير البقرة فكذلك لا يدخل الشيطان، فالشيطان ينفر ويهرب إذا قرأت القرآن. وإذا أذنت، حتى أن جاء في حديث أن المؤذن إذا أذن وقال الله أكبر الله أكبر فإن الشيطان ينفر ويهرب ويترك من ورائه ذرات، يعني الشيطان يخرج له الريح إذا أذنت من شدة الخوف، فهرب، فعند الإقامة يرجع، فإذا أقيمت الصلاة أيضا هرب الشيطان. فلذلك كثرة ذكر الله عز وجل مع تلاوة القرآن والأذان فإن الشيطان ينفر، ينفر الشيطان والسعرة والشعوة وكل هذه البلايا والمصائب التي يقع فيها كثير من الناس. يا من تشتكي من السحر ومن العين ومن المس وغيرها، عليك بكثرة قراءة القرآن قبل أن يلجأ الإنسان إلى الرقية ويأتي من راقي إلى فلان إلى علان ومن ولاية إلى ولاية. فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين، فهذا القرآن الذي بين أيدينا معجزة، فالله تعالى ما أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفيه خير الكثير. القرآن شفاء ورحمة ونور، لمن تمسك به نجا ومن تركه هلك. فأحرص على قراءة القرآن، ولا سيما وأنتم في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن تقرأ القرآن في رمضان
وفي شوال وفي ذي القعدة وفي غيرها من الشهور أن تعيش مع كلام الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إن لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بالأخص. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالإنسان الذي يذكر الله عز وجل كالإنسان الحي، قلبه ينبض، حي، حي لذكر الله عز وجل، حي، حي لقيام الليل، حي للصلاة والسلام على الحبيب، حي للتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. وأما القلب الميت، ذاك القلب الخارب، يعني خارب ليس فيه ذكر الله عز وجل، فيه الوساوس، فيه الهواجس، فيه القلق، فيه الكآبة، فيه كل ما يريده الشيطان منك. فلذلك الحرص ثم الحرص على ماذا؟ على تلاوة كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، ولا سيما وما بقي من هذا الشهر إلا ساعات أو أيام قلائل. فنسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيده علينا ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وسلامة وإسلام، وأن يعيده على بلدنا هذا بالخير والبركات والطاعات وحسن الختام. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة من ليالي رمضان ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا من موتى المسلمين إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.